هذا حلم اي مدرب، يشتغل مع فريق منظم، فريق اللي عنده ماضي كروي، زعيم كره القدم، من اكبر الفرق المتوجه على الصعيد المحلي ولا القاري، مسؤولين في اعلى مستوى. فبالطبع كاين واحد النظام داخلي اللي ما كتلقاش في عده فرق مغربيه، زياده على ان الاتصال كان من اعلى هرم في الجيش الملكي، فما يمكنش الا تلبي الرغبه ديال الناس هادو يديروا في اكتقاء. وثانيا في ذاك البروجي اللي باغيين يشتغلوا، اللي كيوالم الطموحات ديالي والاهداف ديالي والعمل اللي كان دائما كنبغيه. كنظن الامنيه الحمد لله حققت كل شيء. اللي تيضرني في خاطري هو ان الناس كانوا قراب مني، كان اللي منهم اشتغل معايا، كان اشتغلت به، كان اللي فلم يعترفوا بالجميل، هذا هو اللي ضرني في خاطر ديالي. بالطبع كل واحد تيجازي الله على العمل ديالو، ولا سيما من بعد كتشوف ناس اللي بعيدين عليك، ما كيعرفوش القيمه ديالك، ما عرفش الشخصيه ديالك، الكرامه ديالك، تيحاولوا يقيسوك بدون اي مبرر. انا عندي واحد البرينسيب، انا تيق في المؤهلات ديالي، تيق في الله سبحانه وتعالى، مع رضات الوالدين انا لا اخاف ولا اهب احد، ما دام هاد المعايير معايا تنقول نمشي ونشتغل، والله دائما كيسهل وكيسر الامور اللي كتكون عسيره. وكنظن نفس الوجه ونفس المبادئ، انا في حياتي مسالم، اعيش متواضع مع جميع الاخوان، كنحاول نساعدو ما يمكن المساعده ديالو، كنحاولوا دائما نقربوا للاخوان يعني المحتاجين. عندي واحد المبدأ ديالي دائما تنقول احسن وسيله للدفاع هي الهجوم بطريقه اخرى، لان تنقول احسن وسيله للدفاع هي حسن الدفاع عند منطقه الخصم، وملي كناخذوا الكره عند الخصم هنا تنبنوا الهجوم ديالنا. دونك سيت ان سيستم توتافي اوفونس.